تقطع معنا وثق لنا أو وثقتها لنا عدسة المصور المحترف رشود الحارثي. هذا المقطع أوضح لنا جمال المطر والسيول في الطبيعة بجبال السوداء شمال باحة ربيعة. خلونا نشوف المقطع ونرجع. الله سلطان دخلنا مع المقطع ريحة مطر وريح سيول وريح الخير ما شاء الله. الله يجيب الخير والخير. الله يجيب الخير. وأنا بقول لعبد الحكيم مشاهدينا الكرام دائم خلف كل مقطع رهيب قصة في الموضوع. صحيح. أي مبدع. أتوقع أن عندنا مداخلة يا أبو. صحيح. المبدع رشود الحارثي اللي صور لنا هذا المقطع معنا على الهاتف ليحدثنا عن كواليس هذا المقطع. حياك الله رشود. يا مرحبا. حياك الله اخوي عبد الحكيم كمان. حي اخونا سلطان. يا مرحبا. يا مرحبا رشود. رشود يعني مثل هالمقاطع ووسط الامطار في ناس تسال تقول ما في خطر على الكاميرا وعلى الشخص اللي قاعد يصور انه يصور في هالاجواء؟ صح اجواء مطر وخير لكن ما تخاف من الصاعقه؟ ما تخاف يعني ان الطياره الدرونز هذه يصيبها شيء من المطر؟ الله يحييك يا غالي. بالنسبة للمخاطرة أكيد في مخاطرة، لو ما في مخاطرة ما كان طلع المنظر. صحيح. الجميل هذا. فلابد من المخاطرة لكي يطلع منظر جميل والله يستر. طيب كواليس هذا المقطع، أنت كنت في البيت وشفت المقطع، شفت الأمطار وطلعت، ولا كنت أصلا في هذا المكان قبل هطول الأمطار؟ والله بالنسبة للأيام هذه الأسبوع هذا في منطقة عسير بالذات مدينة أبها، يعني تمر بأجواء جميلة وشبه يومية، أمطار شبه يومية، فكنت موقف يعني كان التوقيت حاسبة من أول. أها. فكنت موجود قبل وبعد الحدث. ما شاء الله ما شاء الله، اللقطات جميلة صراحة. تسلم الله يطول عمرك. استاذ رشود انا ودي اسالك، يعني انتم ما شاء الله تبارك الرحمن متتبعين ومطاردين ايضا للامطار، اكيد إن عندكم خلفيه، يعني احنا ودنا في الكثير من المتابعين بعضهم وقت الامطار يروح على طول ما يعرف مجرى السيول او اماكن الخطوره، اتوقع انك ملم بكامل المنطقه باماكن مجرى السيول ايضا اماكن مثل هذه الشلالات في الامطار. صحيح؟ صحيح. لا بالنسبه لي انا في عندي خلفيه بسيطه عن الطقس وعن التوقعات الأمطار، كذلك هيئة الأرصاد وحماية البيئة نتابعها. يا سلام. والهواء في الطقس، فنحسب يعني متى يكون وقت التوقع غزير ومتى ما يكون المغامر، يعني ما يعني الشخص لا يغامر بنفسه. صحيح. يغامر في أماكن صعبة، يعني يكون حذر وتجنب الأماكن الخطرة. الحمد لله
يعني نوفق في أكثر من وقت بالأماكن الجميلة والمحطات المميزة. طيب رشود، المناطق اللي أنت صورتها هل هي مناطق يعني ممكن يوصلوا لها الناس يعني يخيمون فيها يجلسون فيها يعني يقضون فيها وقت، أو إنها بعيدة يعني الوصول إليها يحتاج يعني سيارات ما شاء الله أربعة في أربعة؟ والله بالنسبة لي تختلف، ما آخر مقطع بعيد شوي ما أحد يقدر يوصلها إلا الدرون. أها. اللي هو الجبل. نعم، حتى تشوف المنطقة نظيفة وجميلة. صحيح. هذا دليل على أنها بعيدة عن البشر، والبشر الله يهديهم البعض وليس الكل. يعني صحيح. يضرون الطبيعة والبيئة أكثر مما ينفعونها. يعني رشود. من منبركم الجميل هذا ندعو هواة المكشات. أي. والرحلات خاصة إن في وقت في منطقة عسير السياح كثيرين، فحنا أولا ندعوهم إلى أن نعود بحذر ونطبق التباعد الاجتماعي وما إلى آخره من احترازات، كذلك يهتموا بنظافة البيئة ويحترموا خصوصيات بعض المتنزهين. صحيح. والمحافظة على مثل هذه المناطق الجميلة والأجواء الأيام الجاية. صحيح. جميلة، وننتظر منكم مثل هالفيديوهات وهالصور يا رشود. إن شاء الله. شكرا لكم على إطلاق هذا الجمال من بلدنا الغالي، وشكرا على استضافتكم. شكرا لك. شكرا لك المصور المبدع رشود الحارثي، والذي ظهر بهذا الفيديو والذي كان له تداول على وسائل التواصل الاجتماعي. فيديونا الثاني